متواجدين أمام مقبرة الراحل محمود عبد العزيز في منطقة الورديان مغرب في اسكندرية، منية بوسى شلبى وأحياء ذكرى الخامسة وأحياء السابع محمود عبد العزيز. من عدد من الشيوخ موجودين في محيط مقبرة الراحل محمود عبد العزيز، من عدد من القراء القرآن الكريم، وهنا صديقه في منطقة الورديان يحرص على إحياء ذكرى. مشاهدينا ومشاهدي اليوم السابع، احنا ما زلنا موجودين من امام مقبرة الساحر الراحل الفنان محمود عبد العزيز، والاعلامية بوسى شلبى موجودة حاليا من امام المقبرة تقرأ القرآن في الذكرى الخامسة لرحيل السحر. نعمل الدعاء بقى شوية يا شيخنا، هنعمل الدعاء بعد شوية. نعم. الدعاء بعد شوية. طيب حاضر. عشان بس أخلص وندعي كلنا. حاضر. مشاهدينا في الذكرى الخامسة لرحيل الساحر الفنان الراحل محمود عبد العزيز وأسرته متواجدة في المقبرة في منطقة الورديان غرب الإسكندرية، كما نرى الآن الإعلامية بوسى شلبى، وصباح كان نجله متواجد لقراءة الفاتحة وإحياء الذكرى الخامسة لرحيل والده. الساحر الفنان محمود عبد العزيز.
ذلك القليل طوال محمد الفنان العزيز شلبى الساحر. هذا هو قبر الروح محمود عبد العزيز محمود عبد العزيز من مواليد محافظة الإسكندرية، ودفن في مسقط رأسه في 12/11/2016 في مقابر مغيبة في منطقة البردية. مسقط رأسه في محافظة الإسكندرية، وطلب أن يدفن مع والده في محافظة الإسكندرية. Thank you.